الجامعه تمشي معنا، لان الموظفين خصهم يحسوا بينا، حنا مبلوكيين من عند المسؤولين. شكون هذا المسؤول؟ رئيس الجامعه، الفيفا وقاعه ولا موقع، راهما مسؤولين عليها. راه كما قلتي قبيله انه جات الفيفا حضرت رئيس الجامعه من جمع العام، قالت له بانه هذا الجمع العام اللي غادي تجري انت غير قانوني، خصك تاجلو. ما اجلوش، قال لكم مودي في جمع العام، وكنتوا حاب الحضور الصحافه كاملين الوطنيه، قال له مودي ما غادي ما تكبروش الموضوع وما تردوش هذه الرساله بحال شي بعوجه من الفيفا، انا موقد به وغدا ما غادي يكون والو. اعمل جمع العام ديالو، دار كيتوس ديالو، خلي الناس كتضارب مع بعضياتنا. لا غدا كاز يومين ترفض جمع العام. اذا الكره الوطنيه وقفت، يعني هذه مسؤوليه وطنيه وتخلى عليها وكبيره بزاف.